أعلنت أخصائية الأمراض المعدية دكتور ليندا نبهة اكتشاف عقار جديد لفيروس كورونا ستكون له نتائج واعدة، ولكنه ما زال قيد الدراسة. قال نتحدث عنه اسمه رانديزيفير وصنعته جيليات. حاليا هنالك بيانات قليلة من التجارب السريرية، وهذا يعني بأن لدينا بيانات غير مكتملة، ولذلك نحن نرى فيه نتائج واعدة، ولكننا لازلنا بانتظار خلاصة الدراسة. وفيما يخص الأعراض الجانبية، أهمها قد تكون شديدة، أنزيمات الكبد تزداد، وربما يكون بعض النزيف في الأمعاء، ولكنه لا يوجد عقار بدون آثار جانبية. العقار لم يصل إلى مرحلة الإنتاج، ولكنه يمنح في شكلين. أولا في الدراسات السريرية والتي تتم حول العالم حاليا، ولكنه لم يطرح في السوق بعد. والاستخدام الثاني للاستخدام للأشخاص المصابين بدرجات شديدة جدا، وربما يموتون من غيره، فهذا هو استخدامه حاليا. بخلاف الهيدروكسيكلوروكوين وهو عقار للملاريا، واستخدم لمعالجة الملاريا ولمنع الإصابة بالملاريا. رانديزيفير مختلف تماما، فقد بدأ قبل بضع سنوات لتقييم الإصابات بالإيبولا، ولكنه حقق نجاحا محدودا. بعد ذلك حاولوا استخدامه لمعالجة السارس والميرس، وبدايته انطلقت مع هذين المرضين الفيروسين، فهو مختلف بشكل كبير جدا من ناحية الخلفية. فأحدهم الهيدروكسيكلوروكوين للملاريا، وهذا للفيروسات، وهو لإنتاج تقليل الفيروسات في الجسم، وعندما يحصل ذلك سوف يكون له أثر إضافي على العلاج. حاليا الدراسات تتم على المتقدمين في السن، وعندما تذكر من هو أو الفئة العمرية التي تصاب بالحالات الشديدة بفيروس كورونا، هم ليس الأطفال. بعض الحالات الموثقة لإصابة الأطفال وبعض الآثار الجانبية الشديدة والتعقيدات الشديدة.